السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف عظيم أن نقف اليوم محتفلين باسم السيدة الزهراء فاطمة سلام الله عليها في ظل الأخوة والأحبة في هذا المكان الذي أنأى عنه مسافة وأقترب منكم به قلبا وروحا وقالبا، لأننا ننتمي إلى دوحة واحدة وقلب واحد، هو قلب الأم الحنون أم الإنسانية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فنسأل الله أن يديم هذه الأفراح والمسرات بذكر فاطمة سيدة نساء العالمين وببركة ارتفاع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وسيد رسله وسيد رسله من الخلق أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين رفعهم فكسر بهم الأصنام وجزم بهم أعناق النواصب اللئام. وبعد، أحباء الله، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر السيدة فاطمة عليها السلام في كتابه العزيز ليعرفها للعالم. كثيرا ما يرتقي الأخوة المنابر على شاشات الفضائية أو على المنابر الخاصة بنا يتحدثون عن السيدة فاطمة عليها السلام. يجب أن نعرف من هو الذي يعرف السيدة فاطمة، من يستحق أن يعرفها. هنالك من يسير بنا ليعرفها لنا من التاريخ، فإذا تعرفنا عليها من التاريخ سوف يكون هنالك إيجابيات وسلبيات في هذا التعريف، لأن الوثيقة التاريخية هي وثيقة ناقصة من حيث الأخذ والرد، من حيث القبول وعدم القبول. لكننا عندما نأخذ السيدة فاطمة عليها السلام أم الإنسانية من القرآن الكريم، فلا يمكن لأحد أن يرد ما نستحضر به السيدة أم الحسنين الأحسنين الطيبين الزكيين من القرآن الكريم. لا يستطيع أحد أن يقف بإزاء توصيفها، لأن القرآن الوثيقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأن القرآن الكريم لا ريب فيه لا شك فيه، لأن القرآن الكريم يحمد الله تبارك وتعالى نفسه ويثني عليها على لسان حبيبه محمد أن أنزله على قلبه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. اليوم إذن نريد نعرف السيدة فاطمة عليه السلام من نور القرآن الكريم. أول ما يمكن أن نستحضر عن السيدة الزهراء عليه السلام أن القرآن الكريم هو دليل عليها، ففي القرآن كثير من الآيات، لكن يمكن أن نقتبس من أنوارها في هذه اللحظات في ثلاث آيات يمكننا، أو نكتفي بآية واحدة حتى، وهي آية النور. الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة بسورة النور، وجعل آية هي لتكون سبب في تسمية هذه السورة. الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ويهد الله تبارك وتعالى لنوره من يشاء. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال ويقول هو تبارك اسمه في تمام هذه الآية، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لاحظوا أيها الأحبة، يجوز أكو هنا عندنا ناس اختصاص في علم الفيزياء، ما يمكن أن نطلق على الله سبحانه وتعالى كونه نورا. لماذا؟ لأن النور شعاع يقاس الآن بمقاييس فيزيائية، يعني أنت قادر على أن تحصر مكان النور، وإذا انحصر مكان النور أصبح الله تبارك وتعالى جسم ومادة، وهذا لا يليق بحضرة الله تبارك وتعالى. إذا ما الذي يريد الله أن يوصف؟ ما الذي يريد أن يبين؟ ما الذي يريد أن يوضح؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن ممثليته في هذه الأرض التي ارتبطت به فسماها بنفسه الله نور، أن هذه الممثلية هي ممثلية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الممثلية بمثابة إن قالت على الناس أن تسمع وتطيع، ولذلك ارتبطت طاعة رسول الله وطاعة أهل بيته بطاعة الله تبارك وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن رب العزة والجلال أراد أن يبين هذه الحقيقة، أن النور الذي أراد أن يوصفه هو نور الرسول الأعظم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. بعد يوم من الأيام كان رسول الله يسأل الصحابة، فسألهم قال لجابر بن عبد الله الأنصاري، قال يا جابر أو تعلم ربكم ماذا خلق أول ما خلق؟ فقال جابر بن عبد الله الأنصاري قال يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعلم يا جابر أن أول ما خلق ربكم هو نور نبيكم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن اليوم احنا عندما نتحدث عن النور لا يذهب ذهننا إلى أن الله هو النور. الله خالق النور، الله منور النور، الله معظم النور. لاحظوا أيها الأحبة، ولذلك هذه الآية ارتبطت ارتباط وثيق بمن؟ بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ارتبطت بفاطمة الزهراء عليه السلام. لماذا؟ لأنه يتحدث أن هذا النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. مثل النور كيف؟ كمشكات. هذه المشكات جاءت في الروايات عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن المشكات فاطمة سلام الله عليها. هذه المشكات كما تعلمون وأنتم العارفين وأهل المعرفة هي ما يحمل المصباح، يعني المكان الذي يحمل المصباح، الكوة التي تحمل المصباح. هذه المشكات، هذا المصباح يجب أن يتكون من جزئين رئيسيين. المصباح يعني الاتقادة الموجودة داخل هذه المشكات زائد الزجاجة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين ويوضح أن هذه المشكات هي واحدة مكملة للآخر، يعني أن محمد صلى الله عليه وآله وأن فاطمة سلام الله عليها والزجاجة والمصباح
كلاهما يشكلان عملية الاتقاد والنور وانتشار هذا النور للعالمين. كيف يمكن أن ينتشر؟ بطاقة ذاتية، فيه طاقة ذاتية. يعني شنو طاقة ذاتية؟ يعني الآن أنت تريد تدفى، لازم تروح شنو؟ أنت تروح تشعل نار، يجب أن تكون هنالك نار حاضرة حتى يمكن أن تتدفى عليها. هاي الكهرباء يمكن أنك أنت تجيبها، هذه تلقائيا تخرج، وإنما تصنعها تصنيع. لا لا، لابد أن يكون هنالك عملية تصنيع لهذه الكهرباء. لكن ما يتميز به نور محمد وآل محمد أنه نور تلقائي ذاتي، يعني ماكو واحد يمكن أن يأتي ليصنع مثل هذا النور. شلون عرفنا هذا الآية؟ شو عرفنا من الآية الكريمة؟ رب العالمين محمد وآل محمد. لاحظوا أيها الأحبة، بعد الله سبحانه وتعالى يقول هذه الإيقاد، هذا النور من يخرج؟ يخرج من شجرة مباركة. شنو صفاتها؟ لا شرقية ولا غربية. هذا إمارة إلى عدم تحيز جهة رسول الله إلى أحد من الخلق. يعني أبو القاسم لمن؟ للعرب، للعجم، لأي أحد من هذا الخلق؟ لكل العالم. ولذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لكل خلق خلقه الله، الذي نسمع والذي لا نسمع، الذي نرى والذي لا نرى، الذي نشعر والذي لا نشعر. بعد اليوم إذا احنا حيزنا رسول الله إلى العرب توقفت رسالته فأصبحت عربية، وهذا مو صحيح. وإذا تحيزنا للعجم عند ذلك سوف تكون رسالة أعجمية، وهذا خلاف القرآن وخلاف ما عليه رسول الله. إذن شنو هو رسول الله؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الشجرة التي تولد الأنوار القدسية المحمدية، الله ذكرها، يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الآن إحنا تأتي أكلها في بهذا الوقت، بهذا الحال، مع إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني اليوم احنا نحتاج حتى لا نأخر إمامنا صاحب العصر والزمان أن نكون مستقيمي الطريقة، معتدلي الأخلاق، متربين بما يرضى به محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليه. القضية مو قضية ادعاء، نحتاج إلى عملية تطبيق. ولذلك اليوم من تجي إلى هذه المنطقة المباركة بها كبار، بها شيبة، بها أناس مؤمنين، بها ناس شباب، بها ناس صالحين، ما أعتقد أن هذه المنطقة وهذه القرية على ما فيها من بساطة خدمات إلا أن فيها قلوب متحابة، وهذا اللي يحبه محمد وآل محمد. لكن نشوف كثير من المناطق اللي احنا الآن عايشين بها على مستوى بغداد، هناك خدمات كثيرة لكن قلوب ميتة. فلا بد أن نحيي إذن قلوبنا بمحبة محمد وآل محمد، وننير قلوبنا، لأن الآية شنو؟ آية النور. وإذا كانت آية نور يعني شنو؟ يجب أن تؤثر على قلبي، تأثر على روحي، تأثر على عقلي، فأكون منور للعالم، أكون كلمتي طيبة، لساني طيب، عملي طيب، أدائي طيب بين الناس. هذا ما يريده رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. بعدين يقول رسول الله الأكرم، يعلمنا بالقرآن الكريم، يقول بعدين نور على نور، نور على نور. طيب إذا هذا، أرجعكم للبداية، الكلمة اللي قلناها أنه ما يصح أن يقول على الله أنه نور. الله يقول ماذا؟ يقول نور على نور. طيب إذا كان نور على نور، كيف يتصف الله به الآن؟ إذن هذا التركيب يصير، والله لا يستحق منا أن نسميه مركبا. فإذن إذا كان الله نور، شلون الآية تقول نور على نور؟ ها؟ إذن هذه لازم نتنبه لها أخواني.
هذا نور على نور. نسأل الإمام الصادق عليه السلام نقول له ما معنى نور على نور؟ يقول معناه إمام إثر إمام مؤيد بالعلم والحكمة. إذن أئمتنا سلام الله عليهم هم الذين علمونا وأوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم من كرامة محبة محمد وآل محمد في العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه كلمة طيبة، أسأل الله لكم التوفيق والتيسير والقبول لها عند مولاتنا سيدة العالمين وسيدة نساء العالمين. أعرفوا ترى مو بس إحنا، ترى اليوم مجتمعين بكل مكان في هذا العالم، اليوم الناس مجتمعة على محبة السيدة الزهراء عليه السلام. ليش؟ لأن السيدة الزهراء عليه السلام يوم تطي الوجه من تقول بلسان سورة الإنسان اللي قراها الشيخ الله يطيل العافية، ماذا قرأ؟ ويطعمون الطعام على حبه. على من؟ على حبه. فكما أنفقت على حبه أحب الله أن يعلي ذكرها في العالمين. النصراني يقرأ لها شعر، إذا أعدد لكم النصارى الأدباء الذين قالوا بالسيدة الزهراء شعرا لما حصرتهم، ميشيل قعيدة، بولس سلامة، جورج رداب. الآن ميشيل قعيدة عنده كتاب اسمه أول أديبات العالم، فاطمة الزهراء البتول أول أديبات العالم، ويجيب النصوص ويكتب عن السيدة الزهراء. سليمان كتاني أول باحث فاز على مستوى الحوزة العلمية، وهو شنو؟ نصراني الرجل، كتب عن السيدة الزهراء بحثا. فالسيدة أم العالمين تستحق المزيد من العطاء. وإذا كل العالم استغنى وما راد يحتفل، يقعد الله تبارك وتعالى جميع ملائكته لذكر فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الناس يجوز هذا ما يصدق المعنى، لا صدق هذا المعنى، لأن في يوم من الأيام اجتمعت فاطمة عليه السلام وجاءها رسول الله إلى بيتها. مو أنتم تعرفون أن رسول الله صار عنده وجع في جسمه، فإلى من أتى؟ إلى ابنته فاطمة سلام الله عليها. ماذا قال؟ قال يا بنيتي إني أشعر في وجع في بدني، فهل لك أن تعطني الكساء اليماني؟ وضعت الكساء اليماني على ظهره الشريف، وإذا بالحسن والحسين وسيدي ومولاي أمير المؤمنين، وثم دخلت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. وكل واحد من عندهم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء رسول الله. هاي السماء احتفلت، همينني السماء احتفلت. جبرائيل تمنى أن يكون معهم سادسا، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم تحت الكساء. فمن يفرح به أهل الأرض يفرح به أهل السماء، يفرح به أهل الأرض. ومن كان يفرح به عند أهل السماء هو غني عن أهل الأرض. محمد وعلي فاطمة والحسن والحسين أغنياء بالله. إن الحسنين الأحسنين وأمهما وأبوهما وجدهما يقولون لله تبارك وتعالى يا رب نحن أغنياء بك، فأغننا عن غيرك. إحنا لسان حالنا شو يقول؟ يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين نحن أغنياء بكم، فاغنونا عن غيركم، فاغنونا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعكم الله عند رسول الله وأسقاكم من حوض الكوثر، حوض فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقضى حوائجكم ويسر أموركم وغفر ذنوبكم وجعلكم في عليين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى
أرواح جميع موتاكم وموتى المؤمنين والشهداء السعداء وجميع شهداء أبنائنا من الحشد الشعبي وجميع موتاكم، نقرأ الفاتحة مسبوقة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.